أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وبداية أسبوع جديد في من الإمارات دائما عبر الشارقة الرياضية. حياكم الله متابعينا، نطل عليكم من أجمل شتاء في العالم، حاملين لكم آخر ما يحصل في تفاصيل الرياضة الإماراتية وأهم الإنجازات الأخيرة. اليوم نبدأ حلقتنا بمتابعة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة وما آلت إليه، نتائج الدور ربع النهائي، ومن ثم نتجه إلى آخر منافسات دوري الدرجة الأولى. العديد من المحاور في انتظارنا أمسية اليوم محمد، وسنتابعها سويا، لذلك أبقوا معنا مشاهدينا ولا تذهبوا بعيدا. اختتمت مواجهات الدور ربع النهائي من كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة بنتائج متفاوتة بين الأندية المتصارعة على اللقب. ووسط الأجواء الماطرة انتهت المواجهات الأربعة بأفضل صورة. نتائج هذه المنافسات نتابعها في التقرير التالي. الكأس الغالية أنهت دورها الربع النهائي معلنة أطراف مربع الكبار بعد أربع مباريات دراماتيكية شهدت العديد من التحولات والتغيرات المثيرة. ففي أولى المواجهات والتي احتضنها استاد زعبيل معقل الفهود، شهدنا على ريمونتادا وصلاوية كان بطلها الوافد الجديد للقلعة الصفراء جيلبرتو أوليفيرا، ليعلن عن نفسه كفارس جديد للإمبراطور ويذهب بفريقه لنصف نهائي أغلى الكؤوس على حساب الزعيم العيناوي الذي مني بالهزيمة الثانية تواليا في ظرف أسبوع، نتيجة لعلها تصحح مسار البنفسجي الذي ما زال أمامه معترك طويل في بطولتي الدوري وكأس الرابطة. في ذات الليلة استطاع العنابي قلب الطاولة على فخر أبوظبي في أقل من خمس دقائق بعد أن تقدم الجزيرة بهدف الصفق وإهدار ركلة جزاء من خريبين، إلا أن أصحاب السعادة لم يرموا المنديل وقاتلوا حتى آخر دقيقة وكان لهم ما أرادوا. في اليوم الثاني كرر سماوي الشامخة فوزه على نمور كلباء الذين لم يستفيدوا من عامل الأرض والجمهور. موقعة الشارقة وشباب الأهلي في الملعب البيضاوي كانت مليئة بالحماس والحذر من قبل الفريقين، ولم تحسمها سوى ركلات الحظ الترجيحية بالنسبة للملوك من هما طرف النهائي. هذا ما سيجيب عنه مباريات المربع الذهبي. طبعا مثل ما شفنا محمد، لعب المباريات كانت في الأجواء الجميلة صراحة، استمتعنا بهذا الجو، استمتعنا أيضا بالمباريات، شفنا نتائج الدور ربع النهائي، العين يخرج من بوابة ربع نهائي بعد خسارة أمام الوصل بهدفين لهدف طبعا في اللحظات الأخيرة، وسط كان حضور جماهيري جدا كبير. صحيح إيمان، موقعة استاد زعبيل كانت فيها الإثارة حاضرة بقوة، التقدم كان للعين في الشوط الأول، بعدها أيضا الشوط الثاني عشنا أحداث مثيرة. الوافد الجديد الإمبراطور جيلبرتو سجل هدفين، وأيضا سجل اعتمادة مع جماهير الوصل اللي عاشوا فرحة كبيرة بعد هذه المواجهة، لمسناها من خلال ما شاهدناه من لقطات مميزة
سواء عبر الشاشات أو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. روح جميلة موجودة أيضا في زعبيل بعد الإدارة الانتقالية الجديدة برئاسة سعادة أحمد الشعفار. احتفالهم مع الجماهير، قربهم أيضا من الجماهير كان مميز، وأيضا الوصل يستحق هذه الفرحة، جاءت على أيضا متصدر دورينا نادي الأهلي. أكيد شفنا فرحتهم محمد مثل ما قلت في التواصل الاجتماعي في كل مكان، ردت الروح لجمهور الوصل. أيضا محمد نحن كنا متوقعين فوز الجزيرة طبعا أنه سيلحق الوصل في المربع الذهبي، لكن كذلك خسر في اللحظات الأخيرة بعد كان متقدما بهدف نظيف، لكن النتيجة في الآونة الأخيرة تغيرت. نعم إيمان، قبل ما أتكلم عن هاي المباراة، الوصل صحيح كسب المواجهة لكن افتقد لجهود نجمه فابيو ليما حتى نهاية الموسم، والمنتخب أيضا راح يفتقد هذا اللاعب المؤثر بسبب الإصابة. إيه نعم، جدا مؤثر فابيو. نروح للمواجهة الثانية، بطل السوبر الجزيرة كان أيضا صاحب المبادرة في هذه المواجهة عبر جواو، كان هو مسيطر، الوحدة كان يضيع فرص حتى الدقيقة تقريبا 84 ولا 85 الجزيرة متقدم، لكن عشنا خمس دقائق مجنونة انتفاضة لأصحاب السعادة في مدينة زايد. خريبين اللي يضيع الكثير من الفرص، أهدر ركلة جزاء، هو اللي منسجل أيضا التعادل، في اعتذار جميل أيضا للجماهير. وتعرفين مثل هالأشياء تحصل في عالم كرة القدم، حالة من عدم التوفيق. وبعدها اللاعب أيضا الجديد في الوحدة البرتغالي سيلفا أيضا أهدى فريقه بطاقة التأهل إلى الدور القادم. أكيد طبعا دائما محمد في كرة القدم أو في جميع الألعاب تشوف النتائج تتغير في اللحظات الأخيرة. أيضا اتحاد كلبة خسر، طبعا يخسر المرة الثانية في أقل من 8 أيام طبعا أمام نفس الفريق بنياس اللي قدم كل شيء وكان الطرف الأفضل أمانة. نعم إيمان، أنا بالنسبة لي مواجهات اليوم الأول تحدثنا عنهم كانت أكثر إثارة، أكثر تشويق، فيها ندية كانت واضحة بين أيضا جميع الفرق. أما مواجهات اليوم الآخر كان فيها نوع من التحفظ. أنا شاهدت مواجهة بنياس واتحاد كلباء في أرضية الملعب، بنياس كرر تفوقه، فاز في الدوري بنتيجة 3-1، وأيضا كرر هذا الفوز بالأمس من خلال هدفين نظيفين. الأجانب عملوا فارق مميز في بنياس من خلال هدف ساشا أو حتى الهدف الثاني عن طريق ضربة حرة جميلة كانت من خيمينيز، وأيضا في تفاهم مع سواريز على تسديد هذه الركلة. أتوقع بنياس بعد يستحق هذا التواجد للعام الثالث على التوالي، يتواجد ضمن المربع الكبار. بنياس يطمح إلى تكرار إنجاز 92 بعد ما حقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه. السماوي قدم أيضا خلال السنوات الماضية مستوى مميز. الغريب أن اتحاد كلباء ما كان له ردة فعل في هذه المواجهة. أيضا محمد شفنا مباراة أيضا اللي شهدت حضور جماهيري واسع اللي هي مباراة الشارقة. طبعا الشارقة حسم موقعة الباسمة بفوزه على شباب الأهلي بركلات الترجيح 4-2. إيمان يوم نحن نتكلم عن الشارقة ونتكلم عن شباب الأهلي، أكثر فريقين حققوا ألقاب الكاس في التاريخ، شباب الأهلي هو من يتصدر هذا المشهد من خلفه مباشرة الشارقة. بالتأكيد راح يكون التحفظ كبير الشارقة وأيضا الأهلي على مدار التاريخ، دائما المنافسة تكون بينهم مثيرة، لكن أتوقع الغيابات شوي أثرت على المواجهتين، خاصة شباب الأهلي غاب عنهم عدد من اللاعبين، حتى الشارقة يغيب عنهم ملانجو، لكن شفنا شوي تحفظ كبير أيضا من مهدي في المواجهة، حاول يغلق أيضا مفاتيح اللعب عند الشارقة.
تألق كان كبير من حراس المرمى سواء عادل الحوسني أو حتى المخضرم مايد ناصر. أتوقع التصدي اللي سواها مايد لتسديدة كايو تعتبر التصدي الأفضل في هذا الدور وممكن أيضا في البطولة ككل. مايد على الرغم من غيابه من قائمة أيضا المنتخب خلال الفترات الماضية لن يقدم مستويات مميزة، تأهل مستحق للشارجة، الشارجة مع كوزمن غير استعاد الكثير من عافيته من قوته وأيضا صحيح إيمان وأصبح خصم صعب لجميع الفرق. أكيد نحن إن شاء الله نشوف محمد في جولة النصف النهائي الأول طبعا اللي سيجمع بين الوحدة وبنياس في ديربي أبوظبي، وأيضا الوصل بالشارقة. نحن نتمنى نشوف نتائج جميلة وإن شاء الله نشوف المباريات اللي فيها تنافس ندية وحماس مثل الجولة المباريات الأولى اللي كانت في هذا الأسبوع. نعم إيمان، نحن تعودنا أن دور 16 ودور أيضا 8 تكون المواجهة من مباراة واحدة، لكن في نصف النهائي الوضع راح يتغير، المواجهة راح تكون ذهاب وإياب، الفريقين راح يستضيفون هذه المواجهة بالترتيب، المواجهة الأولى ديربي العاصمة أصحاب السعادة وأيضا السماوي دائما الندية تكون حاضرة بينهم، أما الوصل والشارجة قمة من قمم الزمن الجميل، ناديين من أكثر الأندية جماهيرية في الدولة، أتوقع أيضا الإثارة راح تكون حاضرة، وأشوف أن مسابقة الكاس في هذه النسخة قوية جدا، فيها أيضا المفاجآت راح تتواصل حتى الرمق الأخير. أكيد محمد بنشهد إن شاء الله مفاجآت جميلة وإيجابية. إذا أفصحت الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى عن فوز العربي على مستضيفة الفجيرة بهدفين لهدف في لقاء صعب كان على أبناء المدرب الوطني محمد الجلبوت. فيما استمر دب الفجيرة في صدارته بعدما سجل ثلاثية بيضاء في شباك ضيفه حتى لتستمر الملاحقة بين النواخذة والموج الأزرق، بينما تفوق البطائح في ديربي الأشقاء الذي جمعه بالحمرية بهدفين لهدف ليصعد إلى المركز الثالث بتسعة وثلاثين نقطة. طبعا مثل ما شفنا محمد نتائج الجولة لدوري الدرجة الأولى، طبعا هاي نحن نعتبرها بداية النهاية، طبعا دب الفجيرة يتفوق على حتى بثلاثية بيضاء وأيضا يستمر بالصدارة بتسعة وثلاثين نقطة. صحيح إيمان، دب الفجيرة بعد ما قلب الطاولة على العربي مع نهاية الدور الأول يواصل احتفاظه بالصدارة من خلال هذه المواجهة، وأتوقع دب من خلال أيضا منافسته الكبيرة من بداية الموسم راح يكون رقم صعب، حاط في باله أنه يحصد أحد بطاقات التأهل إلى دوري الأضواء دوري أدرك المحترفين. أكيد طبعا محمد، أيضا إحنا كنا نتوقع العربي دائما يبلنا نتائج جميلة، لكن اليوم هو نشوف العربي الوصيف طبعا فاز بصعوبة على الفجيرة بهدفين لهدف وأيضا يواصل ملاحقة دبا ب 37 نقطة. صحيح إيمان، الدوري مش سهل، دائما الفرق تبى تكون ند صعب خاصة لفرق المقدمة، ما تبى تكون أيضا محطة سهلة لهم. العربي أيضا قادر أنه يحافظ على رصيد وفارق النقطتين بينه وبين المتصدر دبا الفجيرة، وأتوقع أن المنافسة راح تشتد أكثر وأكثر خاصة مع مرور الجولات. كان في ديربي آخر في هذه المواجهة، الحمرية أتوقع فرط كثير في منافسته من خلال خسارته من أيضا شقيقه الآخر نادي البطائح، وأيضا عرقل الحمرية في هذه المواجهة. أكيد إذن سنشهد في الجولة القادمة بدبا الفجيرة سيلتقي بالبطائح في اختبار أيضا مهم وصعب جدا على المتصدر قد يستغله العرب، إذن حنتمنى لهم التوفيق في الجولة القادمة.
إذن لطالما شكلت الجماهير الكروية على المدرجات حالة خاصة في التشجيع من خلال رسم لوحات فنية ساحرة تحمل في طياتها الكثير من الرسائل المحبة لفريقها. المدرجات تمثل نبض الجمهور ولا متعة وأيضا متعة المباريات من دون حضور جماهيري، لذلك تسعى رابطة المحترفين الإماراتية بشكل مستمر في إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها أن تساهم في زيادة عدد الجماهير. هي ليست ساحرة مستديرة تلعب على عشب أخضر ويتناوب عليها 11 لاعبا موزعين ما بين دفاع وهجوم وخط وسط وحراسة مرمى فحسب، بل هي أخلاق ورسائل نبيلة، والحديث عن كرة القدم لا يكتمل إلا بجماهيرها التي تعطي للمباراة متعة ورونقا خاصا. ففي كثير من الأحيان كانت سببا للانتصار، فالجمهور ملح كرة القدم، دونه لن تجد لها لونا ولا طعما. لذا تسعى دائما رابطة المحترفين على توفير أفضل الخدمات وتبني العديد من المبادرات والفعاليات التي من شأنها تعمل على زيادة عدد الجماهير الكروية على المدرجات. ولتعزيز التواصل مع مختلف الفئات العمرية والتفاعل معهم وتحفيزهم لحضور المباريات، أقامت الرابطة مبادرة جولة المدارس، إلى جانب استطلاع شامل للجماهير يأتي ضمن جهودها لتحسين تجربة متابعة مسابقات المحترفين من قبل مشجعي كرة القدم، وإتاحة المجال أمامهم لطرح الأفكار والمقترحات للوصول إلى مؤشر السعادة المنشود للجماهير التي تشكل القلب النابض في الملاعب. هكذا تسعى الرابطة دائما في تحويل جميع البطولات إلى كرنفالا رياضيا تلتقي فيها الجماهير، وهو ما تجسد في كأس السوبر من فعاليات وأنشطة، إضافة إلى تخصيص جائزة قدرها 7 ملايين درهم توزع على حسب ترتيب معدلات الحضور الجماهيري لأندية دوري أدنوك للمحترفين. طبعا محمد، بدون الجماهير المباراة ما لها طعم صراحة. الجمهور دائما هو ملح كرة القدم، دونه لن تجد لها لا لون ولا طعم. دوم نشوف المبادرات الجماهيرية اللي تحطها رابطة المحترفين، طبعا هدفها أن هي توفر أفضل الخدمات وأيضا تبني العديد من المبادرات والفعاليات. دائما يبهرون بالمبادرات اللي تكون مرابطة المحترفين. صحيح إيمان، دائما مشكلة الحضور الجماهيري مشكلة أيضا تحدث عنها لسنوات طويلة. هذه المشكلة ما توقع راح تنحل من خلال الرابطة فقط، المفروض الرابطة، الاتحاد، الأندية، حتى الجماهير أيضا أنفسهم يكونون طرف في هذه أيضا المشكلة. المميز أيضا أن الجهود اللي قاعد تبذلها الرابطة مميزة خلال الفترات أيضا الماضية من خلال إقامة دوري للجماهير، في لها أيضا جوائز مقدرة ب7 ملايين عبارة عن كل 3 جولات، وحتى تكون أيضا جائزة أخرى في نهاية الموسم. استعدادهم للأعراس الكروية أيضا مميزة مثل ما شفنا في كأس السوبر، مرافق أيضا استاد هزاع كانت فيها الفعاليات الكثيرة اللي ما تخص بس جمهور المحب لكرة القدم، حتى للعوائل، للأسر، لأيضا حتى الأطفال. أكيد طبعا مثل ما شفنا رابطة المحترفين محمد قامت تبادر أيضا تأخذ جولة في المدارس أنها تشوف تستطلع على أراء أيضا المدارس في جهودها عشان تحسن تجربة المتابعة للمباريات. اليوم أيضا شفنا محمد أن رابطة المحترفين دائما تحول البطولات، جميع البطولات يعني ما نذكر بطولة واحدة، إلى كرنفال رياضي تشوف الجماهير تعيش أجواء جدا جميلة.
صحيح إيمان، فئة طلاب المدارس فئة كبيرة محبة لكرة القدم، وفئة أيضا ما لازم ما نقفلها أيضا من خلال تواقيت المباريات، موعد إقامة المباريات والزيارات اللي يقوموا بها أكيد لها أثر إيجابي في حتى توعيتهم في مجالات مختلفة، أيضا في مبادرات مميزة، السحوبات اللي قمنا نشوفها أيضا خلال المواجهات من خلال توزيع الهدايا المالية أو النقدية أو حتى بعض الجوائز الأخرى، لكن أتمنى تضافر جهود الجميع. صراحة مشاهد جميلة شفناها للجمهور في هذا الدور، خاصة من قبل البارحة وقبل البارحة قبل يومين في مباريات الكاس، مشاهد جميلة لجمهور الوحدة، جمهور شباب الأهلي، جمهور الشارجة، جمهور الوصل، جمهور حتى العين والجزيرة، في ظل كان في غياب شوية في مباراة تشلبة وبنياس من ناحية الحضور الجماهيري كانت أقل من المباريات الأخرى. دائما الجمهور ملح كرة القدم، وهذا الجمهور أكيد يبغي أيضا بعض الأشياء اللي تميزه من مرافق، من خدمات، يعني من فعاليات تقدم أيضا له خلال هذه المباراة. نحن نشيد بجهودهم محمد ونتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله نشوف أيضا الكثير من الفعاليات المصاحبة. إذن تحضيرا لدخول غمار منافسات النسخة الثالثة من بطولة مجلس التعاون الخليجي لكرة الصالات، يستعد منتخبنا الأول للحدث بمعسكر تدريبي في الإمارة الباسمة. الأبيض سيكون كذلك بعدها أمام تصفيات غرب آسيا التي تستضيفها الإمارات في الفترة من الأول إلى 15 من أبريل القادم بإذن الله. يواصل الأبيض الإماراتي لكرة قدم القاعات تحضيراته القوية لدخول منافسة بطولتي مجلس التعاون الخليجي وتصفية المؤهلة لبطولة كأس آسيا، وذلك بخوضه لمعسكره التدريبي الخامس على قاعة نادي البطائح بالشارقة. بالنسبة للمنتخب طبعا منتخب الرجال هذا هو التجمع الخامس، وتم إعداده سابقا ودخلنا في مباريات كثيرة، تقريبا 9 مباريات دولية ودية و9 مباريات محلية ودية. ولله الحمد البرنامج بدأ من تقريبا من شهر 10/20/2020، 15 شهر لين الحين ماشيين بطريقة سلسة. دخلنا في اجتماعات كثيرة وأخذنا أفكار بعض الدول المتطورة والمنتخبات المتطورة، والحمد لله ماشيين لين حتى الآن بهذا البرنامج. المنتخب حقيقة يعني حتى الآن مشى على الخطة 70%، ننتظر إن شاء الله ننهي نحن برنامجنا اللي هو تصفيات. أول شيء بنبدأ إن شاء الله كاس مجلس التعاون النسخة الثالثة، ومن ثم راح ندخل إن شاء الله بطولة خورفكان دولي ودية، ومن ثم الحدث المرتقب وهو تصفيات غرب آسيا في دولة الإمارات إن شاء الله. الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الوطني عبد الرؤوف المرزوقي كان قد أعلن في وقت سابق عن قائمة أسماء اللاعبين المنضمين إلى هذه المرحلة من برنامج الإعداد، والتي تتضمن 20 لاعباً. الكل يشهد أن أتوقع أن أقوى بطولة الدوري هاي السنة كانت قوية، وإعداد جيد للمنتخب لبطولة الخليج ولبطولة آسيا إن شاء الله، ونوعد الجمهور ان نحن نقدها المسؤوليه ونمثل بلادنا احسن تمثيل، ويتريون منا كل العلوم الطيبه ان شاء الله. ان شاء الله الكل متحمس حق هذا التجمع، الكل قاعد يسوي اللي عليه واكثر ويضحي في امور كثيره، خاصه ان المجلس ما شاء الله ما مقصر معانا من ناحيه الدعم المعنوي المادي، دوامات، تفريغ ما تفريغ، هالامور كلها مهيئه للمنتخب ان شاء الله. وقاعدين حاليا نجهز حق بطوله خليجي اللي بتكون إن شاء الله في السعودية شهر 2، وإن شاء الله الكل شاد حيله، وإن شاء الله لنا كلمة إن شاء الله بتكون في البطولة بإذن الله. فترة التجمع التي تمتد لما يزيد عن 4 أسابيع ستتضمن خوض 4 مباريات ودية مقررة مع فرق الحمرية والبطائح والظفرة، علاوة على مباراة أخرى مع منتخب الكويت الذي سيتواجد في الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة. احنا كلاعبين منتخب الحمد لله محصلين كل الدعم، الجماعة مو بمقصرين معانا، وإن شاء الله أن نحن نكون قد الثقة هذه ونفرح اللي عطونا هالثقة إن شاء الله. ونحن نبغى نثبت أن اللي استوى في بطولة كأس العرب ما هي من فراغ، لأن عندنا استحقاق الحين فهو كأس الخليج،
وبنعد في كاس الخليج عشان نحن نثبت للناس حق استحقاق شهر 4 اللي هو كاس آسيا ان نحن نقدر نوصل، ولا دا اللي استوى في كاس العرب ما يا من فراغ، ونحن قادرين ان شاء الله نفرح الشارع الرياضي ان شاء الله. المعسكر يأتي استعدادا لخوض منافسات النسخة الثالثة من بطولة مجلس التعاون الخليجي المزمع إقامتها في المملكة العربية السعودية في الشهر فبراير المقبل، ومن بعدها خوض منافسات المجموعة الثانية في تصفية غرب آسيا التي تستضيفها الإمارات في الفترة من الأول إلى 15 أبريل القادم، والمؤهلة إلى البطولة القارية التي ستقام في الكويت هذا العام. طبعا للحديث أكثر عن تفاصيل تجمع المنتخب لكرة قدم الصالات ينضم معنا في استديو من الإمارات مدرب المنتخب عبد الرؤوف المرزوقي. نرحب بك معنا في برنامجنا الإمارات. يا هلا سهلا فيك، نورنا كابتن. الله يسلمك. طبعا اليوم نشوف ما شاء الله الاستعدادات على قدم وساق للمنتخب، شو هي انطباعاتكم على الحالة البدنية والنفسية لدى اللاعبين في المعسكر؟ بالنسبة خاصة الحالة النفسية في ارتياح كبير خاصة من الجهاز الفني والإداري بخصوص اللاعبين، يبين أن في رغبة كبيرة عند اللاعبين أنهم يبون يحققون أو حتى يبون يثبتون الناس شو ما كنا في كيف طلعنا بالصورة في البطولة العربية آخر بطولة، تركنا انطباع طيب عند الناس المتابعين للعبة بأدائهم الفني. اللاعبين يبغون يبذلون كل ما عندهم خلال التجمع انهم يطلعون بصوره طيبه بطوله مجلس التعاون بنفس القوه بنفس الصوره ان نكمل على نفس المشوار ونكون حتى افضل. وبالنسبه للحاله البدنيه نحن طبعا الكل عارف نحن بالنسبه كره الصالات تقريبا نحن في نهايه الموسم، بعض اللاعبين يمكن شويه عندهم ارهاق من خلال مشاركاتهم الكثيره في الموسم، ولكن نحن هذا الشيء حاطينه بعين الاعتبار وان شاء الله نكون نحن جاهزين يعني جاهزيه تامه حق البطوله، حاطين استراتيجياتنا واهدافنا وماشيين بها يعني بشكل مميز للان. يعني كيف استعديتوا كابتن لمثل هذه البطولات من خلال المعسكرات الداخليه اللي خبتوها؟ نحن الحمد لله من فترة تقريبا هذا راح يكون التجمع الخامس لنا، فكان عندنا قبل 4 تجمعات مستمرة، في أي وقت كان في توقف في النشاط كنا نتجمع، وهات التجمعات الدورية ساهمت بشكل كبير أن اليوم في انسجام، حتى مثلا بادين نحن من تاريخ 13 من أول يوم يبين ما خاصة كرة الصالات أن في خطط كثيرة، ولكن اللاعبين اليوم يبين أنهم متشربين هالخطط، يبين أنهم فاهمين، وهذا نتيجة التجمعات السابقة اللي صارت في التجمعات الأربعة الأخيرة، والحين نحن في التجمع الخامس راح نتجمع تقريبا عندنا 18 يوم، عندنا إن شاء الله راح يكون كله تجمع داخلي، عندنا إن شاء الله راح يكون تجمع مقلق من تاريخ 24 إلى تاريخ 30، ويتخلل إن شاء الله في هذا التجمع اللي هي المباريات الودية اللي راح نلعبها، عسى بنكون جاهزين إن شاء الله للبطولة. يعني كل المعسكرات عندكم داخلية ما شيء خارجي؟ حاليا نظرا لظروف الجائحة طبعا أول شيء اتحاد الكرة يعني مشكورين دائما داعميننا بشكل مستمر، أيضا مجلس الشارجة الرياضي دائما هم بعد لهم دعم للعبة بشكل كبير، ولجنة الصالات برئاسة نحن نقول سعادة عبد الملك جاني هو الأب الروحي للعبة، هو مو بس رئيس هو محب للعبة، فأبونا يعني قريب منه بشكل كبير. ونعم أبو أحمد ونعم الرجل. نعم أبو أحمد مو مقصر ويانا أبدا، متابع أول بأول، حبه للعبة كلنا قاعدين نشوفه كجهاز فني إداري لاعبين، نحن نشوف شغفه حتى في اللعبة، فهو دائما مستمر معنا بهالشيء، فنحن ودعم عندنا باستمرار من صوبه، ولكن الحين تعرفين نظرا لظروف الجائحه نحن صعب نروح للدول مثلا نسوي معسكرات خارجيه، يكون في خطوره في تعرفين الريسك الاصابات وتوقع كذا. حتى الامكانيات اللي عندنا نحن افضل من كثير من دول العالم، دول العالم تي دوله الامارات تقيم معسكرات فعلا، اليوم دوله الامارات متقدمين نحن جدا في احتوائنا للجائحه، ونفس ما قلت اليوم نحن كان قبل كاس العالم كانوا يلعبون اللي هو صعود
منتخبات آسيا لكأس العالم وصارت في الإمارات. صحيح. والدول هذه مفروض هم يستضيفون يعني المباريات في 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 دولهم، ولكن استعانوا في دولة الإمارات لأن الإمارات الحمد لله أمن وأمان، والدولة مو مقصرة يعني أبدا في احتواء هذه الجائحة. فنحن نفضل أن يكون معسكر داخلي لسلامة الجميع يعني. نعم. تحدثنا راح تكون في مواجهات ودية لكم، أربع مواجهات، حدثنا عن هذه المواجهات وما هي الفرق اللي راح تتلاقون وياهم بإذن الله. إن شاء الله. نحن عندنا أربع مباريات ودية، عندنا مع اللي هو نادي الحمرية في بداية، وإن شاء الله راح يكون عندنا مع نادي الظفرة. بعدها المفروض كنا نلعب مع منتخب الكويت الشقيق، ولكن قاعدين يمرون في ظروف صعبة، وأعتقد أنه تم إلغاء اللي هي المباراة، وصلنا نحن خبر اللي هو إلغاء المباراة الودية مع المنتخب الكويتي الشقيق. راح نشوف يعني فريق بديل أو منتخب بديل أنه يكون على نفس الجدول، وآخر مباراة بيكون عندنا مع فريق البطايح. أيضا أكرر مرة ثانية، نحن كنا نبغي نلعب مباريات دولية، اللجنة ومقصرين حاولون يجيبون لنا منتخبات، ولكن نفس الشيء الظروف ما قاعدة تساعد المنتخبات. يعني مثلا شخصيا أطلب أن نلعب مباراة مع تايلند، تايلند يعتبر ثالث آسيا، واللجنة يحاولون ويسعون، ولكن ظروف خارج إرادتنا صعب يعني في هالوقت. لكن شو توقعاتكم لمنافسات النسخة الثالثة اللي هي من بطولة مجلس التعاون الخليجي لكرة الصالات، واللي بعدها ستكون إن شاء الله تصفيات غرب آسيا اللي ستستضيفها الإمارات في الفترة من الأول حتى 15 من أبريل القادم؟ بداية راح أتكلم على بطولة مجلس التعاون. طبعا النسخة الثالثة هذه أول نسختين حامل اللقب اللي هو المنتخب الكويتي. المنتخب الكويتي هم متقدمين عندنا صراحة في مجال الصالات، هم يعني بدأوا اللعبة قبلنا يعني يمكن فترة زمنية ما يقارب التسع سنين، فهم عندهم خبرة كبيرة في خاصة هالمجال. ولكن الآن على حسب وجهة نظري يعني صح الكويت قبل، منتخب الكويتي قبل فارقين كثير، لكن الحين الفرق صار قليل يعني مو بكبير وايد، ويمكن حتى نشوف بطل جديد في النسخة الثالثة. بالنسبة لنا نحن المنتخبات الخليجية متقاربين جدا، وخاصة موضوع نفس ما تقول ديربين بيننا وبين بعض، وفي تحدي، فالمنافسة قريبة للجميع والمنافسة مفتوحة للجميع، كل المنتخبات ممكن أنهم يحققون اللقب. بس أكرر يعني من وجهة نظري أن المنتخب الكويتي لأن له باع كبير، عنده خبرة في هذا الموضوع، يمكن يعني شوي عنده أفضلية، ولكن أمانة الكل عنده فرصة أن يكون يعني يشوف بطل جديد في النسخة الثالثة. وبالنسبة لتصفيات اللي هي آسيا في شهر 4 إن شاء الله راح تكون عندنا في الإمارات. برنامجنا مستمر، برنامجنا إلى الآن من وضعناه نحن قبل تقريبا 15 شهر لهاليوم خاصة لآسيا، نحن مستمرين في نفس البرنامج، الدعم هذا موجود. إن شاء الله إن شاء الله نحن نكون قد المسؤولية، نكون يعني نسعد الجميع، نسعد المسؤولين، نسعد متابعينا، نسعد الكل بالتأهل إن شاء الله لنهايات آسيا. راح تكون إذا تأهلنا إن شاء الله، وهذا أملنا أن نكون أول تأهل نهايات آسيا عن طريق اللي هو المشاركة بالتصفيات. قبل نحن استضفنا اللي هي نهايات آسيا في 2012، ولكن كل لاعب وكل وجهاز الفني له رغبة أن يوصل لنهايات بالمشاركة بالتصفيات إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. كابتن عبد الرؤوف، حدثنا عن القائمة اللي تتواجد في أيضا المعسكر اللي تقيمونه حاليا في الدولة. القائمة حاليا تم اختيار 20 لاعب، هم 16 لاعب بينهم أربع حراس. هذه اللاعبين نحن نتابعهم من فترة طويلة صراحة، نتابعهم بكثب سواء أنا ومعاي الجهاز الفني كامل، طبعا نحن الطاقم الإداري نتعرف عليهم مرة واحدة. نحن عندنا اللي هو مشرف المنتخبات الأستاذ خميس الشامسي، متابع معنا أول بأول، لازم حتى عنده تقرير أسبوعي على كل لاعب، على كل على كل مباراة نتابعها شو يصير معه. عندنا الأخ مدير المنتخبات اللي هو الأخ عبد الله حسن،
ما يخلي لا كبيرة ولا صغيرة، جزاء الله خير، يعني مخلص كل الأمور أن نحن نوصل للملعب نقدر نشتغل ونخلي أمورنا طيبة. أيضا مساعد المدرب عندي اللي هو عدنان الهولي، مدرب فريق البطايح، موجود معايا في المنتخب كمساعد مدرب، والأخ سالم العامري هو مدرب الحراس. نحن الطاقم الحمد لله طاقم كلنا اللي هو طاقم وطني، ونعم فيهم جميع، ولهم باع أيضا في لعبة الصالات. إن شاء الله، إن شاء الله بهذا الطاقم إن شاء الله نحن نحقق الإنجاز اللي تكلمنا عنه اللي هو صعود لنهائيات آسيا مع بعض، وأيضا نحقق آمالنا في بطولة مجلس التعاون. فالاختيار صار دائما نحن في كل جولة نقعد مع بعض ونناقش عن كل لاعب، عن كل مستواه. ايضا انا كمدرب ما اقدر اغض النظر عن اخر بطوله اللي شاركنا فيها النسخه اللي هي بطوله العربيه، في لاعبين تميزوا بشكل كبير خاصه في هذه البطوله، طلعوا بصوره طيبه. ايضا حاطين هالشيء نحن في عين الاعتبار في اختياراتنا. اليوم موجود 20 لاعب لبطوله مجلس التعاون، نحن مطالبين ان نختار 16 لاعب، وراح يتم تقليص القائمه. نعم، 4 لاعبين. صراحة يعني أنا أشوف بالنسبة لي من خلال التجمع في هالفترة قرار صعب، قرار جدا صعب. قاعد أشوف فعلا حماس اللاعبين ورغبة كل لاعب إنه يمثل الدولة، هالشيء طيب. يعني أنا خلينا نقول كنت لاعب سابق، صحيح. المنافسة هاي ما شفتها نفس ما كنا نحن لاعبين. اليوم قاعد أشوف روح طيبة، وهالشيء بالعكس هالشيء يثري للمنتخب أن تحصل أنت خامة طيبة تروح فيها وتشارك فيها المنافسات، والبركة فيهم كلهم إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله طبعا اليوم نشوف البطولات وراء بعض، خاصة أن بطولة تصفيات غرب آسيا بتكون في أول شهر رمضان، هذا ما يسبب إرهاق للاعبين؟ بعض البطولات تم جدولتها، خاصة اللي هو نرد نكرر الجائحة. يعني مفروض كنا نلعب بطولة مجلس التعاون في شهر 9 وتم تأجيلها شهر 11، وبعدها تم تأجيلها إلى الحين. وبالنسبة لكأس اللي هو تصفيات آسيا، جدول عن اللي هو اللجنة الآسيوية أنها تكون من قبل، يعني في هذا التوقيت بتكون في رمضان، عارفين نحن هالوضع، وراح نهيئ نفسنا اللاعبين والجهاز الفني والكل قد هاي المسؤولية إن شاء الله. نحن عارفين أن نحن رمضان عندنا طقوس خاصة في رمضان والكل يبغيها يعني، ولكن إن شاء الله نكون جاهزين لها إن شاء الله. أنتم قدها بأتم الجاهزين. خلنا شوي نتكلم عن كرة الصالات، بدايتها في دولة الإمارات، عمرها مش بالطويل، كيف تشوف أيضا من البداية إلى الآن كيف التطور اللي حصل في هذه اللعبة اللي جدا مثيرة في تفاصيلها وطريقة لعبها؟ طبعا اذا خاصة انا يعني ممارس اللعبة، كنت لاعب من بداية اللعبة الى الان، فنتكلم فيها يبغي لنا يمكن حلقة كاملة. ولكن خاصة هالسؤال يعني وصلت للقلب يا قولت. فاللعبة في البداية كانت لعبة عبارة عن 2009 يمكن بدينا بنظام التجمعات، كنا نتجمع غالبا في مركز شباب الشارجة ونلعب في مكان واحد. بعد ذلك تطورت اللعبة واستوى موضوع الذهاب وإياب. حاليا بدينا في مرحلة الدوري، نحن نشوف البلاي أوف، والبلاي اوف يخدمك ان انت تشوف مباريات قويه اكثر. صحيح. وهالشيء معمول فيه في البلدان المتقدمه في كره الصالات. كره الصالات بدات تتطور كثير، خاصه اذا بقول انا قبل كنت مثلا لاعب التكتيك والتكنيكال كان اقل بكثير من الحين، وكان شيء جديد ايضا على اللاعبين. نعم، شيء جديد. اليوم كره الصالات خاصه الجانب التكتيكي صار عالي جدا عندنا في الامارات، اللعبه صارت سريعه جدا، في تطور كبير من اللاعبين فنيا وتكتيكيا، ايضا حتى المدربين. فاللعبه في تطور مستمر، اللجنه التنفيذيه كره الصالات شغالين على قدم وساق انهم يطورون اللعبه اكثر واكثر. والحمد لله الى الان نحن قاعدين نشوف التطور ملحوظ عندنا في كره الصالات في الامارات، وان شاء الله نوصل لأبعد إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. مع هذا السؤال نحن نختم وياك الكابتن عبد الرؤوف المرزوقي، واتمنى لك أنت التوفيق ولطاقمك الفني وأيضا للاعبي منتخبنا في الاستحقاقات القادمة بإذن الله. بإذن الله، جزاكم الله خير. طبعا الشارجة الرياضية أنتم دائما مو مقصرين،
متابعين ناقلين حتى لمبارياتنا، ناقلين حتى لبرامجنا كلها. كل الشكر لكم وشكرا على الاستضافة هاي الطيبة. وهذا واجبنا كابتن، وإن شاء الله نحن دائما معاكم ومع كل الألعاب. شكرا لكم. الله يحفظك. الله يحفظك. إذن ستكون كرة اليد الآسيوية في ضيافة المملكة العربية السعودية من خلال بطولة القارة الصفراء للعبة. البطولة ستكون في غاية الأهمية بالنسبة للأبيض، خاصة أنها تمنح الفرصة للخمسة الأوائل في البطولة للتأهل إلى مونديال كرة اليد المقبل. ستكون كرة اليد الإماراتية على موعد جديد أمام التحدي في مشاركتها بالبطولة الآسيوية 20 والتي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 18 إلى 31 يناير الجارية. بعثة المنتخب التي غادرت الأمس الأحد ضمت 20 لاعباً، حيث أمل تحقيق نتيجة إيجابية والوصول إلى مونديال اليد المزمع إجراؤه في العام المقبل ببولندا والدنمارك، سيكون أحد أبرز أهداف المشاركة. للإشارة سيتأهل إلى المحفل العالمي أصحاب المراكز الخمسة الأولى من قارات آسيا. الأبيض الإماراتي وضعته القرعة ضمن المجموعة الثالثة للبطولة رفقة منتخبات قطر، العراق وعمان. طبعا محمد، مثل ما شفنا مشوار أبيض اليد منتخبنا ستنطلق مواجهاته إن شاء الله يوم الثلاثاء بطولة أمم آسيا لكرة اليد 2022 في النسخة رقم 20. صحيح إيمان، بطولة مهمة بالنسبة لنا، تقام أيضا في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. كل التوفيق نتمناه لأبطالنا أبطال اليد في هذه البطولة الهامة، وطبعا مجموعتنا تعتبر مجموعة أيضا قوية بتواجد منتخبات العراق وعمان وأيضا قطر، لكن نحن ثقة أيضا برجالنا أنهم يلعبون هذه البطولة خطوة بخطوة ويتواجدون في المرحلة القادمة ويحصدون أيضا واحدة من البطاقات الخمس اللي موجودة وتأهلنا إلى مونديال اليد بإذن الله. أكيد طبعا البطولة ستقام من الفترة 18 إلى 31 من يناير الجاري، إذن نتمنى التوفيق لمنتخبنا الأبيض. إذا توج البطل الإماراتي خالد المازمي لاعب نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بالمركز الأول في فئة رمباوت ستوك 1100 ببطولة العالم للدراجات المائية بعد حصوله على أعلى معدل نقاط في كل من جولة بولندا وأمريكا وختامها الذي كان في تايلاند. وجاء البطل الإماراتي أيضا عامر حوير لاعب نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بالمركز الثاني بالمجموع العام للنقاط في فئة رامباوت ستوك، تستحوذ الإمارات على منصات التتويج في اللعبة. مثل ما شفنا منصة إماراتية بامتياز محمد، اليوم شفنا تألق أبطال نادي الشارقة للرياضات البحرية مثل ما عودونا بهذا التألق في بطولة العالم درجة المائية. اليوم نحن نبارك لخالد المازمي الحصول على المركز الأول، وأيضا نبارك للبطل عامر حوير بفوزه أيضا للمركز الثاني. نعم إيمان، يستحقون أيضا هذا التتويج والصعود على منصات الأبطال. شفناهم خلال الفترات الماضية يتدربون بجد، كانت لنا نتائج مميزة في أمريكا، اليوم أيضا النتائج هذه تتواصل
في تايلاند دل على شيء، دل على الجهد الكبير اللي يقومه نادي ايضا الشارقه الدوري للرياضات البحريه في مختلف ايضا الالعاب والفئات، ونحن دائما ابطالنا نتريى منهم الكثير خلال القادم ايضا من منافسات، ودائما هم عودونا ما شاء الله انهم يكونون مميزين في مختلف الاحداث وفي مختلف ايضا مياه دول العالم. اكيد اذا محمد نحن نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في القادم من استحقاقات. اذا محمد ومشاهدينا فاصل قصير ونعود بعدها لمتابعه اهم عناوين الصحافه المحليه. طبعا البداية من جريدة الخليج الرياضي، إطار جهودها لقيادة عملية التحول في القطاع الرياضي في الدولة وتوفير آليات عمل أكثر سرعة ومرونة تواكب متطلبات المرحلة القادمة. أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إطلاق هيكلتها التنظيمية الجديدة، وتضمنت الهيكلة الجديدة للهيئة دمج بعض الإدارات واستحداث أقسام وإدارات جديدة وتغيير مهام بعضها الآخر، فضلا عن إلغاء بعض المهام والمسميات. كما ترافق هذا التغيير الشامل مع الإعلان عن خطوة مهمة تمثلت في تأسيس مكتب إدارة التحول الخاص بها، ليكون مسؤولا عن قيادة وتنسيق الجهود على مستوى العمل في الهيئة والقطاع خلال المرحلة المقبلة. طبعا محمد، إذا يبدو أننا أمام مرحلة جديدة في تطوير الرياضة الإماراتية. بالتأكيد إيمان، قرارات محورية شهدناها خلال الفترات أيضا الماضية بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، أيضا دل على شيء، يدل على اهتمام القيادة الرشيدة بهذا القطاع الرياضي أيضا الهام، وإن شاء الله متفائلين خير خلال المرحلة القادمة بإذن الله. إذن أسدل الستار بنجاح على منافسات النسخة 12 لبطولة الفجيرة الدولية للشباب، والتي نظمها اتحاد الإمارات للتنس بالتعاون مع نادي الفجيرة الدولي للتنس، وأسفرت في زوج الشباب عن فوز الثنائي الأوكراني فلاديمير والبريطاني فابيو، وفي فردي الشباب فاز البلجيكي جاك لوك، بينما في فردي البنات فازت الرومانية إيفا ماريا، بينما نجح لاعبو الإمارات سعود الجسمي وعبد الله عدنان المرزوقي وعبد الله إسحاق المرزوقي وعمر أحمدي في تقديم مستويات فنية طيبة. محمد، طبعا آن الأوان أن نشكل منتخب للتنس الأرضي وندعم هذه اللعبة. بالتأكيد إيمان، وإقامة بطولة للشباب لها الأثر الإيجابي، كمية كبيرة من الاحتكاك حصلتهم خلال هذه البطولة، وأيضا الشباب هم مستقبل هذه اللعبة. ما راح أذكر أي اسم من أسمائها الأبطال اللي شاركوا، ولكن إن شاء الله خلال القادم من سنوات يكون لهم حضور مميز على مستوى اللعبة. إذن إلى الإمارات اليوم، حيث أكد نادي الوصل أن مهاجم فابيو دي ليما أصيب بقطع في وتر العرقوبة مما يعاني في غيابه حتى نهاية الموسم على الأقل، وأصيب اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في الدقائق الأخيرة من فوز الوصل بهدفين مقابل هدف على العين في دور الثمانية لكأس رئيس الدولة يوم السبت الماضي. وقال الوصل في حسابه على تويتر: التقارير الطبية تثبت تعرض فابيو دي ليما إلى قطع في وتر العرقوب مما يستدعي تدخلا جراحيا على أن يتحدد فترة الغياب وبرنامج العلاج والتأهل بعد العملية الجراحية. طبعا محمد، هاي ضربة مؤثرة لمنتخبنا الوطني قبل أن يعود للمنافسات التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم. كان طبعا ها حزن طبعا للاعبي الوصل وأيضا للطاقم الفني. صحيح إيمان، مشهد حزين عشناه جميعا في جولة الكأس الماضية. ليما لاعب مؤثر جدا على مستوى المنتخب الوطني وحتى في نادي الوصل، كان يحاول يستعيد مستواه خاصة بعد الإصابات المتكررة خلال المرحلة الماضية. منتخبنا راح يفتقده، عنده مباريات مهمة خلال أيضا نهاية الشهر هذا وبداية الشهر المقبل فيما تبقى من تصفيات. الغياب راح يكون طويل جدا، بالتأكيد نادي الوصل راح يكون حريص على إجراء هذه العملية عند أفضل الأطباء، لكن الشغل كله بعد العملية من خلال أيضا التأهيل راح يغيب تقريبا من 6 شهور إلى 8 شهور، فترة طويلة جدا. الموسم بالنسبة له انتهى، وإن شاء الله نحن نتريى ليمة في الموسم القادم بإذن الله يرجع أقوى
من ليما اللي عرفنا. أكيد نتمنى للشفاء العاجل إن شاء الله. إذن ختامنا اليوم من الاتحاد الرياضي، ففي مشهد جميل ومؤثر لم يجد عمار محمود عبد العزيز لاعب فريق نادي الإمارات للأشبال تحت 15 عاما احتفالية أفضل من طبع قبلة على يده ورأس والدته بعد تسجيله هدفا لفريقه أمام الجزيرة الحمراء في دوري الأشبال تحت 15 عاما في لقطة وثقها الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ووجد تداولا واسعا، وعلق الحساب الرسمي للصقور على احتفالية لاعب بتغريدة كتب فيها: وما توفيقي إلا برضا الله ورضا الوالدين. طبعا محمد دعونا نتابع في اللقطات المؤثرة التي نشرها نادي الإمارات وحظيت أيضا بتفاعل كبير في منصات التواصل الاجتماعي. طبعا محمد مثل ما شفنا مشهد جميل ومؤثر، الله يحفظ والدة اللاعب. طبعا بالفعل كان موقف صراحة أثر فينا نحن أيضا. صحيح إيمان، دل على شيء، دل على حسن تربية هذا الشاب ولاعب كرة القدم. نحن دائما الرياضة هي أخلاق، والرياضة تحتاج إلى قدوة حسنة. نتمنى أيضا من الرياضيين وأيضا لاعبين يشوفون مثل هذه المشاهد. الأم دائما هي عظيمة من خلال تضحياتها الكثيرة في جميع أمور حياتنا. الله يحفظ أمهاتنا ويرحم أيضا من فقدناهم من أمهات، الله يرحم. إذن فاصل قصير متابعينا، ونعود بعدها لاستكمال باقي محاورنا. إذا وصلنا إلى فقرة الألعاب الغير منتشرة بشكل كبير والتي قد لا يعلم عنها البعض، لعبة جديدة ننقل لكم تفاصيلها عبر قصة لعبة. طبعا مثل ما شفنا محمد تفاصيل قصة لعبة لسيباك تاكرو، طبعا هاي لعبة جماعية اللي تمزج بين كرة القدم والطائرة اللي بدأت في القرن 15 في جنوب شرق آسيا. صحيح إيمان، شرق آسيا اشتهرت فيها اللعبة وبدأت تنتشر لسهولتها وأيضا أدواتها البسيطة، لكن تحتاج إلى مهارات كبيرة من اللاعبين اللي يمارسونها، وأيضا لمساتها معينة
تتجاوز تقريبا تصل الى 3 لمسات فقط. نحن نمارسها هنا لكن بطريقه مختلفه لان القوانين شوي تكون صعبه، وخاصه الاشخاص العاديين يعني يحبون مثل هذه الالعاب تجمع بين شوي نقول كره القدم وحتى ايضا كره الطائره. أكيد طبعاً محمد، الفريق يتكون من 3 لاعبين، كل مباراة تتكون أيضاً من 3 أشواط، والشوط ينتهي طبعاً عند فوز أحد الفريقين ب21 نقطة. صحيح إيمان، لكن نحن اليوم من مارس يكون العدد شوي أكثر، القوانين شوي تتغير، لكنها مميزة لوجود شبك فيها ويتم تحديد أيضاً الملعب، وفيها أيضاً قوانين في المواضع اللي ممكن أنت تضرب فيها الكرة وتناقلها بينك وبين المنافس، وحتى أيضا تناقلها بينك وبين زملائك في الفريق الواحد. أكيد طبعا. إذن محمد ومشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، في أمان الله، إلى اللقاء.